سعيد معاه الكورة، عايز يلعب الأرضية لجده، استنى المساندة، جات له المساندة، عدى السعيد يا ولد، مر عبد الله السعيد يا ولد، يا ولد يا عبد الله يا سعيد، يا لعيب جامد قوي يا عبد الله يا سعيد، الأول للنادي الأهلي، تحركات من عبد الله السعيد، وعبد الله يا ولد على التحركات، والسعيد يسجل الأول، وجمهور الأهلي سعيد بقى عبد الله السعيد، هدف بيجي في الدقيقة 18، عبد الله السعيد هو اللي بيسجله، بيتحرك جوه المنطقة، بيشوط واحدة في ظل غفلة من دماء سموحة بتعدي من تحت. وباين قدامنا الجهاز الفني والإداري لنادي سموحة وأفوم يا ولد، يا ولد يا ولد يا صامول يا أفوم، بيفاجئ النادي الأهلي صامول أفوم وبيسجل التعادل لسموحة، هدف رائع، هدف حلو وهدف جميل جدا، هدف ممتع، اهي الكورة وهي المحاولة، افوم لف بواقي الجمعة وادي الهدف يا ولد، ركنها 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 في حتة صعبة، حد يقدر يقول لي الهدف ده بيفكره بهدف مين؟ هي صعبة على الشيف إكرامي وصعبة جدا على أي حارس مرمى. وابو تريكا ورمزي، وتريكا يسجل، تريكا يسجل الثاني للنادي الاهلي، اثنين الاهلي واحد سموحه، محمد 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 ابو تريكا هو اللي بيسجل الثاني وهدف للنادي الاهلي، اخيرا بقى ركله الجزاء بتفك لغز سموحه، وتريكا بالتخصص يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، اهو ابو تريكا يودي رمزي في زاويه وبيحطها هو في زاويه، بيبقى الهدف الثاني للنادي الاهلي على نادي سموحه. ارجوكم محدش يسالني يقول لي ركله جزاء ولا لا، هدف ثاني للنادي الاهلي محمد ابو تريكا. عبد الله السعيد يلعب قصيره، وليد سليمان ينقل اللعب في اليمين، شهاب بيحاول مع محمد بلال، شهاب ومحمد بلال بيضغط وشهاب ياخدها، يعدي شهاب ويلعب عرضيه وجده، وعرضيه وجده يسجل الثالث، مش بقول لكم شهاب ناجح في مركز الباك رايت، وفعلا شهاب يركز في الكوره ويقطع الكوره والاهلي بيخلص على سموحه بالثالث، الاهلي على سموحه بالثالث، ومحمد نادي جده وكل اللعيبه رايحه تحيي شهاب، كلهم رايحين يحيي شهاب اللي عدى في الكره اللي فاتت واجتهد من قدام محمد بلال ولعب ارضيه، لكن جلده وضع كويس من قدام سعد محمد.